بسم الله ولا بدء إلا به، والحمد لله ولا حمد إلا له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خاتم نبي بعثه وخير نبي أرسله، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا وترحابا ورحبا بالحضور الكريم في لقاء جديد من لقاءات السبت العلمية المتجددة المتألقة بألق قضاياها وضيوفها وأساتذتها، يبث من منصة مجمع اللغة العربية بمكة حرسها الله وشرفها. الحضور الكريم، بعد الثورة المعرفية والاتصالية الكبرى التي غزت واقعنا المعاصر واتجاه أنظار العالم إلى عالمنا العربي، واستحداث أقسام شتى لتدريس اللغة العربية في جامعات العالم، أمسى تدريس العربية لغة ثانية أمراً ركيزاً محورياً تتنافس الدول ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية في عصرنا لتوفير الظروف الجيدة المناسبة لتدريسها لأبنائها من غير الناطقين بالعربي، وتسعى في إيجاد الأطر المحكمة التي تنظم العملية التعليمية وتغذي مستوياتها بالمعطيات الدراسية والمناهج التعليمية والمطلوبات المكتسبة التي تخرج لهم في النهاية طالباً ناطقاً بالعربية على مستوى من الإتقان والجودة ينافس في أسواق العمل وأجهزة الإعداد العلمي. وكل إطار من هذه الأطر يحاول وصف الإرشادات والمهام التي بإمكان المتعلم التعامل معها في كل مستوى، وكذلك المحتوى والسياق وسلامة اللغة وأنواع الخطاب المتعلقة بالمهام المنوطة بكل مستوى، كما تحاول أيضاً تقديم الحدود القصوى التي يواجهها المتعلم حين يحاول أن يؤدي المهام اللغوية في كل مستوى. ولقاء اليوم يستعرض تجربة فريدة من التجارب الناجحة في تعليم العربية، وهي تجربة تعلم اللغة العربية وتعليمها ببولندا، يصحبنا فيه سعارة الأستاذ الدكتورة بربارا ميخالاك بيكوليسكا، الأستاذة في جامعة ياجيلونسكي ببولندا. والأستاذة الدكتورة بربارا تشغل الآن رئيسة قسم اللغة العربية في معهد الاستشراق بجامعة ياجيلونسكي بمدينة كراكوف ببولندا. بروفيسور بربارا، فيتام. فيتام. قد تعلمت. تعلمت بولندية، شكرا. ياكشي ماش. طيب، مرحبا يا دكتور، أهلا وسهلا بكم، تفضل. شكرا جزيلا. بدعوة كريمة لمجمع اللغة العربية بمكة مكرمة، ولأستاذ دكتور عبد العزيز الحربي، وأيضا صديقنا العزيز لجامعة ياجيلونسكي دكتور محمد ربيع الذي كان أستاذا زائرا في جامعة ياجيلونسكي قبل سنوات. بصراحة قبل قليل تذكرت أن كان هذا 2005. وشكرا جزيلا. والله هذا العام خاص بسبب الذكرى 90 عام لتأسيس العلاقات السعودية بولندية. قبل 90 عام بالضبط جاء ملك فيصل إلى بولندا وأسس علاقات سعودية بولندية، وأنا سعيدة جدا أن بدأت هذا العام 2022 في الرياض، وكان عندي لقاء ومحاضرة في جامعة أميرة نورة، وأيضا اجتماع في مركز ملك فيصل، وبعد ذلك كان عندي محاضرة عن تاريخ اللغة العربية لمجمع ملك سلمان العالمي للغة العربية، وبعد قبل شهر تقريبا كان عندنا مؤتمر دولي بين المملكة وبولندا بمناسبة مرور 90 عام، وجاء عندنا أمير تركي الفيصل، وكان مؤتمر جميل.
وأخيرا أنتهي هذه السنة بمحاضرة اليوم. وفي البداية أريد أن أقدم عرض عن بدايات اهتمامات باللغة العربية في بولندا. سأتحدث عن شخصيات بارزة في استيعاب بولندي وأهم أساتذة في جامعات بولندية في مدينة كراكوف وفي عاصمة وارسو. وطبعا سأتحدث عن تعليم اللغة العربية في بولندا وأخيرا عن رحلتي مع اللغة العربية. وطبعا يجب أن أقول عن هذه البدايات عن شخصيات أدبية لأنها ساهمت في اهتمام بالعالم العربي واللغة العربية. لقد نحن تعلمنا من كتب أساتذنا بالبولندية. وأبدأ من فيلنوس. أن فيلنوس لعب دور كبير كمركز نشطت فيه المستشرقون بارزون مثل ميخائيل بوبروفسكي، يوزيف سنكوفسكي، ألكسندر هوتشكو، لغوي غوتفريد إرنست غرودك ومؤرخ ليليفيل. وبفضل هؤلاء المستشرقين يمكننا أن نلاحظ صورة خاصة تأثير الإبداعات العربية في أدب البولندي. وأيضا لعب فاتسلاف جيفوسكي دورا هاما وخاصة في إشهار الشخص. هو شخصية معروفة جدا في بولندا وفي أوروبا وأكيد عندكم أيضا في المملكة. هو ولد في لفوف لعائلة نبيلة ثرية وقضى طفولته في فيينا. وهو طبعا أولا تعلم اللغة العربية وكان أول واحد أسس مجلة في أوروبا كلها باللغة الفرنسية والألمانية بعنوان فوند جروبن ديس أورينتس. هو أيضا مول هذه أول مجلة استشراقية في العالم. وهو سافر إلى شبه الجزيرة العربية مرتين وألف كتاب بعنوان طبعا ألفه باللغة الفرنسية بعنوان سور لي شيفو أوريان. وهناك عندنا معلومات إثنوغرافية وتاريخية وطبيعية عن شبه الجزيرة العربية وأيضا رسومات جميلة جدا. طبعا هو ألف ليس فقط كتابا ولكن أيضا هذه رسومات جميلة. و هو أيضا أثر على أهم شاعر بولندي عصر رومانسي هو آدام ميتسكيفيتش. وقد جذب انتباه آدام ميتسكيفيتش شاعران من شعراء الكلاسيكيين العرب هو الشنفرة ومتنبي. وطبعا ترجم الشنفريات في بولندية بمساعدة مترجم ومستشرق فرنسي ديساكي ومستفيدا من التفسير اللغوي الذي قام به المستشرق يوزيف سنكوفسكي باللغة البولندية. أنا ذكرت عنه في البداية. وأيضا الثاني الشعراء الذي انتبه ميتسكيفيتش إليهم هو المتنبي، فترجم واحدة من قصائد معتمدا على ترجمة فرنسية ديلاغراج.
وبنفس الشيء بتفسير اللغوي الذي قام به المستشرق يوزف سنكوفسكي أيضا باللغة البولندية. وأخيرا كنت أذكر اسم أنتوني لانغ، وهو شاعر وناقد ومترجم، وقد أوسع في مؤلفه ديوان الشرق صادر في وارسو 1921 مكانا معتبرا كالمختارات من الإبداعات الأدبية الشرقية، ومنها بالطبع الإبداعات العربية. لقد استفاد من أنتولوجيا الشعر العربي المثير للاهتمام، ومن ذلك ديوان حماسة لأبي تمام، مترجم إلى اللاتينية أولا على يد فريتاك، وكتاب الأغاني لأبي فرج الإصفهاني الذي ترجمه برونوف. واختار لانك قصائد الشعر العرب مثل إمر القيس، أنترة بن شداد، النبيغة زبياني، قاب بن زهير، وإلى آخره. وهذا بصراحة، نحن عندما تعلمنا في بولندا تعلمنا عن ترجمات في البداية، ومن هنا بدأت رحلتنا مع اللغة العربية. وهنا كراكوف. أنا بنت جبلية، أنا من جبال بولندية، فكان حلمي دائما أن أسافر إلى كراكوف. هي طبعا واحدة من أكبر وأقدم مدن بولندية، وبالنسبة لي أجمل مدن بولندية، تاريخية جدا. وهنا في صور عندنا وسط المدينة، هذا سوق كبير جدا وجميل، وقصر بابل من خارج على نهر فيستولا ومن الداخل. وفي مدينة كراكوف أسس ملك كازيمير فيلكي سنة 1364 ميلادي، يعني قبل 668 عام، أسس واحدة من أقدم جامعات في أوروبا، ليس فقط في بولندا، طبعا في بولندا أقدم، ولكن في أوروبا، لأن كانت جامعة بولندا في كراكوف بعد جامعات في إيطاليا، في بادوفا، في بولونيا، بعد جامعات في بريطانيا، أكسفورد وكامبريدج، وطبعا نحن كنا بعدهم. ففي البداية كانت مقر الجامعة في قصر بابل، في قصر بابل نفسه. بعد ذلك انتقلنا إلى هذه المبنى، أقدم مبنى جامعة ياجيلونسكي موجودة حتى الآن، فهي الآن متحف، من قرن 15، هنا خارج المبنى وداخل المبنى. هذا متحف، ولكن في نفس الوقت نستخدم هذه قاعات جميلة لمناسبات علمية. وأيضا هنا قبل شهر أمير تركي الفيصل وقع اتفاقية بين مركز ملك فيصل وجامعة ياجيلونسكي، وخصوصا في مكتبة جامعة ياجيلونسكي بخصوص مخطوطات عربية وبشكل عام مخطوطات. وبداية قسم اللغة العربية في مدينة كراكوف تعود بداية إلى عام 1919، عندما تم تنظيم ندوة حول موضوع أدب استشراق، وذلك بناء على اقتراح من أستاذ تاديوش كوفالسكي.
في عام 1914 حصل تاديوش كوفالسكي من جامعة ياجيلونسكي على درجة بروفيسور مساعد بعد تقديمه طبعا نقدية لديوان شاعر قيس بن الحاتم وترجمته، وكانت هذه أول درجة علمية بهذا المستوى تم تحقيقها في مجال الاستعراب في تاريخ العلوم البولندية. وطبعا نحن نقول أن بروفيسور تاديوش كوفالسكي كان أول وآخر مستشرق البولندي، لأن لم تقتصر اهتمامات تاديوش كوفالسكي العلمية على الشرق الأوسط العربي فحسب، بل أيضا شملت تركيا وفارس. وكمستعرب أنسب اهتمامه على الشعر العربي القديم، إذ أصدر من بينما أصدر ديوان قيس بن الحاتم وكعب زهير. عدا ذلك، اهتمام بالنظرية الأدب العربي أثمر ذلك كتابا نشره تحت عنوان محاولة وصف وتصوير الإنتاج الأدبي العربي، وأيضا 1935 أصدر كتاب على ضروب الإسلام، وهو عبارة عن مقتطفات من تاريخ ثقافات الشعوب الإسلامية. ولما اسم أستاذ آخر في مجال الاستشراق والاستعراب، وهو بروفيسور تاديوش ليفيتسكي، وهو من مدينة الفوف ودرس هناك الحقوق وسافر إلى باريس لدراسة العلوم السياسية، وبدأ دراسة اللغات الشرقية، وبالمرة الأولى سافر من هناك إلى الجزائر، وبعد ذلك قرر أن سوف يتعمق في اللغة العربية، ورجع إلى أولا الفوف، وبعد ذلك نال درجة دكتورة بعد تقديمه بحث عن تاريخ إفريقيا الشمالية في فترة مبكرة من العصور الوسطى. وعنده أيضا مؤلفات أخرى، وألف المصادر العربية المتعلقة بتاريخ حياة الشعوب السلافية، لأن طبعا أول مخطوطات كان عن كراكوف وعن بولندا كان مكتوبة باللغة العربية. وهو الذي ترأس قسم الاستشراق، وبعد ذلك حول عام 1972 إلى معهد لغات شرقية. فعندنا الآن في معهد لغات شرقية طبعا اللغة العربية ولغة التركية والفارسية والهندية، ومنذ أكثر من 30 سنة عندنا لغة يابانية. وعندما أنا كنت مديرة معهد الاستشراق أسست أيضا قسم لغة صينية وأدبها. وبفضل جهود الأستاذ كوفالسكي ليفيتسكي نشأت في عام 1959 مجلة فوليا أورينتاليا، وهذه مجلة علمية بلغات أوروبية، أكثر شيء طبعا باللغة الإنجليزية والفرنسية قليلا، وأيضا ألمانية، ونحن ننشرها حتى اليوم الحاضر. وأستاذ أندري تابكيفيتش، فهو كان شخصية بارزة في مجال اللغة العربية ولهجاتها، وكذلك في مجال اللغات السامية،
وهو كان رئيس ومدير عندنا، وطبعا ألف كتب كثيرة عن لهجات خصوصا لهجة مصرية، ولكن هو كان أول أستاذ ألف مع دكتور علي مكي كتاب لتعلم اللغة العربية، فنحن كلنا تعلمنا من هذا الكتاب لمدة تقريبا 40 سنة، لا ممكن مو 40 30، ولكن تعلمنا من هذا الكتاب. وبروفيسورة ماريا كوفالسكا هنا أنا معها قبل تقريبا 30 سنة، هي كانت أستاذتي وكانت متخصصة في جيوغرافيا، هي قدمت رسالة دكتورة في جيوغرافيا العربية بعنوان مصادر قزويني عن أثار البلاد، وطبعا ألفت كتب كثيرة، وأهم كتاب لها أدب الترحال العربي في أصول الوسطى. الآن ننقل إلى وارسو، لأن في وارسو بدأت سنة 1932، ويعود الفضل في نشر القصائد العربية القديمة في بولندا إلى بروفيسور يانوش دانيتسكي من جامعة وارسو، وفقد ودع كتابين مكرسين للشعر العربي التقليدي، أولهما بعنوان الشعر العربي منذ القرن السادس حتى القرن الثامن، وثاني عن شعر في عصر العباسي القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر. والمستعرب البولندي باريس يوسف بيلافسكي هو أول من كتب باللغة البولندية تاريخ الأدب العربي معتمدا على مصادر عربية. هذا آخر طبعة بعنوان تاريخ الأدب العربي. من الضروري القول أيضا أن بيلافسكي حصل القرآن الكريم بحيث كبير وترجمه إلى اللغة البولندية، فطبع مرتين، هذا طبعة من 1997. وبروفيسور بيلافسكي الذي يعود أكبر شخصية في مجال العلوم الإسلامية في بولندا، أيضا ألف كتب عن الإسلام بعنوان الإسلام دين دولة وقانون، وكتاب الثاني الإسلام. وطبعا كانت ترجمة صعبة جدا، ولذلك حاول بيلافسكي وضع نص العربي خلال ترجمة في كلام بولندي واضح قدر الإمكان، محافظا بذلك على أمانة محتوى النص الأصلي. ويوسف بيلافسكي ومجموعة من الأساتذة جامعة وارسو مثل كريستينا سكارجينسكا بوهينسكا، يولانتا ياشينسكا، يولانتا كوزوفسكا، إيفا ماخود مندتسكا، وضعوا كتابا ذا طابع الأدبي تاريخي تكميلي يتألف من جزئين بعنوان الأدب العربي الحديث المعاصر، الجزء الأول أدب المشرق العربي، والجزء الثاني أدب المغرب العربي. هذا الكتاب أكثر من 1000 صفحة، وهنا معلومات عن شعر ونصوص نثرية والمسرح، وطبعا نبدأ من
من العراق وفلسطين ولبنان والسعودية حتى مصر وبلدان في المغرب. وبروفيسورة كريستينا سكارجينسكا بوهينسكا نشرت دراسة موسعة مخصصة للشعر التونسي الحديث بعنوان التقاليد وحداثة في الشعر التونسي المعاصر، وعندها أيضا دراسات لشعر وترجمة لشعر شاعر أدونيس. وأريد بس أقول أن القارئ البولندي يمكنه الآن اطلاع على أعمال الكتاب والشعراء العرب الكلاسيكيين والمعاصرين، ومن بين هذه الأعمال روايات نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، طه حسين، يوسف إدريس، غادة السمان، غسان كنفاني إلى آخره. وعندنا أيضا أنتولوجية للشعر المعاصر أغاني الغضب والحب. والآن سأتحدث عن تعليم بعد تقديم هذا، لأن كما ذكرت هذا البدايات أثروا على طلاب، وخصوصا نحن حتى الآن نستخدم كتب باللغة البولندية لأساتذة بولنديين. يعمل في قسم اللغة العربية فريق مكون من 12 مدرسا وأستاذا من ذوي الاختصاصات المختلفة في مجال علوم اللغة العربية كتابا ونطقا ونحوا، وفي مجال الأدب العربي نثرا وشعرا، وفي شؤون تاريخ العربي والإسلامي. وكذلك تدرس بعض اللهجات العربية الرئيسية. أنا كتبت هنا مصرية أو شامية أو المغربية، ولكن هذا يعتمد على أستاذ زائر موجود عندنا، لأن منذ سنوات عندنا هذا برنامج موجود وعندنا أساتذة من دول عربية، وكان عندنا أيضا قبل 17 سنة دكتور محمد ربيع، وحاليا عندنا دكتور مغربي دكتور محمد الهجو. وإن شاء الله نحن قدمنا طلب، وإن شاء الله السنة القادمة ستأتي دكتورة سعودية إن شاء الله. يتقدم كل عام عدد كبير من الطلاب الغربيين بتعلم اللغة العربية، حوالي 200-250 طالباً، والمهم وكلهم من البولنديين. ولكن للأسف لا يقبل منهم إلا تقريباً 40 طالباً. تجدر الإشارة هنا إلى أن نظام التعليم الجامعي حالياً يتكون من 3 سنوات، يحصل في نهايتها الطالب على شهادة ليسانس، وبعد ذلك تأتي مرحلة ماجستير ومدتها 2 سنوات، ثم دكتورة ومدتها 4 سنوات. ويبلغ مجموع الطلاب الذين يتخرجون في قسم اللغة العربية حاملين درجة الماجستير نحو 10-15 طالبا سنويا، يعتمد على السنة. تعتمد
طرائق تدريس اللغة العربية على الجهود الفردية للمدرسين. هذا شيء مهم جدا، وبحثهم الذاتي عن النصوص والمواد اللازمة لتطوير مستوى الطلبة. وطبعا ليس عندنا كتاب معين، ولكن كل مدرس يستخدم كتب، يمكن إنجليزية والبولندية وعربية وفرنسية إلى آخره. فليس هنا برنامج فقط مثلا لكتاب معين، ولكن يعتمد على أستاذ. كما قلت عندنا أساتذة من خارج أيضا، فيأتون ببرامجهم الخاص. ففي كما ذكرت عندنا ثلاث سنوات، وتقريبا هذه المواد نحن نعلم طلابنا في السنة الأولى، طبعا اللغة العربية والقواعد اللغة العربية وحضارة الإسلامية وحضارة عربية مع تاريخ العرب والإسلام والأدب العربي طبعا. وطبعا عندنا محاضرات مفتوحة عامة لأساتذة من خارج الجامعة، ليس فقط من خارج بولندا ولكن أيضا من جامعات أخرى. فطبعا عندنا هنا أنا كتب لهجة سورية فلسطينية، ولأن حاليا عندنا مثلا أستاذ سوري، ولكن أحيانا عندنا إن شاء الله مثلا في احتمال سنة القادم نعلم لهجة سعودية، وإن شاء الله قبل الكورونا كان عندنا دكتور شريف الجيار من مصر، فكان عندنا لهجة مصرية. أما فيما يتعلق بوضع الصفوف العليا، فطلاب هذا الصفوف يحتاجون إلى مزيد من الجهد لتطوير طاقاتهم اللغوية وتوظيفها في محادثة، وهي من أصعب الأمور التي تواجهه دارسي اللغة العربية من البولنديين. وتكمن هذه الصعوبة قبل كل شيء بالنسبة لهم بصدمة لهجات العربية ولغة الفصحى، لذا نرى أن أفضل طريق لحضم لأفضل طريق هذا تواصل مع العالم العربي، لذلك من خلال مثلا منح دراسية على الأقل فصل واحد التي نرجو من جامعات العربية. والله بصراحة هنا عندنا أكبر مشكلة. نحن نحاول نتعاون، ولكن للأسف شديد بعد الكورونا هذه إمكانيات قليلة جدا. قبل الكورونا كان عندنا منح دراسية إلى الكويت، حتى إلى المملكة العربية، عندما كان دكتور العنقري حصلنا كم منحة دراسية إلى المملكة في الرياض، وطبعا مصر وتونس ومغرب وأردن، وكذلك من مؤسسة إيرازموس أوروبية في مثلا جامعات إيطالية أو فرنسية أو ألمانية، وكان عندنا أيضا قبل بريكسيت جامعات بريطانية. ومن شأن هذه المنح الدراسية أن تسهم في
هي عملية التعارف وتبادل الأفكار والحصول على معرفة، ويحتاج طلاب الصفوف الأولى إلى سماع المحاضرات اللغوية والأدبية وثقافية أخرى التي تساعدهم في إعداد وتحضير لرسالة الماجستير، لأن طبعاً في مرحلة الماجستير عندنا هنا أيضاً اللغة العربية الفصحى ولهجات يعتمد الآن عندنا لهجة مصرية، وطبعاً أهم شيء هذا تحضير رسالة ماجستير. والآن أريد أن أقول قليلاً عن تجربتي في تعلم اللغة العربية. في البداية عندما سألت بروفيسورة كوفالسكا، هي كانت أستاذتي، كانت موجودة في سورة معي، عن كيفية تدريس اللغة العربية في البداية في القرن العشرين قبل 100 سنة، فأخبرتني أنه لم يكن هناك سوى الأستاذ واحد. أستاذ كوفالسكي كان يعلم اللغة العربية وحضارة العربية والأدب العربي وترجمة وهكذا. وفقط في 70s عندما تأسس معهد الدراسات الشرقية وتم تقسيم إلى لغات الشرقية مختلفة وطبعا أيضا لغة العربية، فبدأنا نركز مثلا على اللغة العربية. فأنا بدأت دراسة في 80s. طبعا في ذلك الوقت كان صعب علينا السفر إلى أي بلدان أوروبية، فتعلمنا من كتب بولندية. بهذا السبب في البداية أنا تحدثت عن أساتذة بولندية، لأن تعلمنا فقط من كتب بولندية، وأيضا كان عندنا إمكانية تعلم من كتب روسية، وكان عندنا فقط قاموس روسي لبارانوف. هذا القاموس الوحيد نحن كنا نستخدم، لأن طبعا القاموس عربي بولندي أو بولندي عربي لم يكن موجود. وأيضا تعرفنا عن الحضارة الإسلامية من خلال كتب روسية، مثلا لبروفيسور إغناتي كراتشكوفسكي. ومثلا في الفصل كنا حوالي 10 طلاب، ففي النهاية يعني تخرجوا تقريبا 5 4. فتعلمنا كما ذكرت من كتاب لبروفيسور تشابكيفيتش والدكتور علي مكي نتعلم اللغة العربية. كان عندنا هذا الكتاب وحيد. طبعا تعلمنا في نفس الوقت أشياء كثيرة، مثل اقتصاد مثلا. أنا أتذكر لم أحب هذه المواد، يعني مثل علم النفس أو علم اجتماعي أو اقتصاد. فبالنسبة لنا، بالنسبة للطلاب، كان البرنامج نظريا أكثر منه عمليا. نحن كنا نريد أكثر تطبيقات
لأن للأسف بعد ما سافرنا إلى بلدان عربية وكنا محظوظين جدا لأن حصلنا على منح دراسية وكان هذا إمكانية لكل طالب يحصل على منحة دراسية إلى بلد ما. فأنا أول بلد عربي زرتها كان الكويت سنة 86، وكنت سعيدة جدا بهذه الإمكانية، لأن طبعا في بولندا ليس عندنا أي برامج ولا في التلفزيون ولا في راديو عن البلدان العربية في ذلك الوقت. وطبعا في النهاية كنت أريد أن أقول أن كنا مشتاقين إلى هذه التطبيقات اللغوية بهذا السبب. في وقت الحاضر ومنذ عدة سنوات نحاول جاهدين تحديث برامج تعليم عبر الإدخال بعض المواد شيقة كاللغة الوسائل إعلام على سبيل المثال، وعندنا أيضا تطبيقات باللغة العربية مع أساتذة من بلدان العربية. وهذا عرض، وأشكركم على الاستماع، ولو أي سؤال فأهلا وسهلا. شكرا جزيلا سعادة البروفيسور بربارا، وزادكم الله علما على هذا العرض البديع الذي قدمتم فيه تجربتكم المشرقة في تعليم اللغة العربية، والذي أزاح الستار عن كنز مكنون من عيون اللغة والأدب من الأساتذة البولنديين الذين أسهموا بسهمة كبيرة في ترجمة عيون الأدب العربية و الأدب العربي وتراثه. كما سلطت البروفيسور بربارا الضوء على الهيكل النظامي لتعليم اللغة العربية في بولندا وجهود كفاءاتها وطرائق تدريسها ومناهجها المقررة وأطر دراساتها العليا. الشكر أجزله وأوفاه لكم دكتورة بربارا. وكما اعتدنا في كل لقاء نستتبع اللقاء بمداخلات ضيوفنا الذين يرغبون في طرح أسئلتهم واستفساراتهم استجلاء واستيضاحا واستنباء أو إدلاء بجديد، على أن تكون المداخلة موجزة منصبة في صلب الموضوع لا تتجاوز دقيقتين إن شاء الله. نستفتح المداخلات بأستاذنا الدكتور محمد ربيع الغامدي. أهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور. الصوت واضح للدكتور مصطفى؟ نعم يا دكتور واضح جدا. نعم. أهلا وسهلا سعادة البروفيسورة بربارا، وسعيد جدا اليوم بوجود حضرتك في هذا المجمع وفي هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة استعدت أنا على المستوى الشخصي ذكرى جميلة بأن شرفت يوما ما قبل نحو 17 عاما بزمالة الأستاذ الدكتورة بربارا في جامعة ياجيلونسكي حينما كنت أستاذ زائرا فيها. كانت الحقيقة بالنسبة لي تجربة فريدة من نوعها، وكانت تجربة تستحق. وقد كنت عزمت منذ زمن بعيد على أن أحكي هذه التجربة يوما ما، لأنها تجربة ثرية أعادتني إليها اليوم الدكتورة بربارا، وهي تجربة تستحق أن تنقل إلى العالم العربي وإلى المملكة هنا، لأن الأجواء في بولندا قد يستعجب وقد يستغرب كثير من الناس أن هناك من هو شغوف بتعلم اللغات بشكل عام وبتعلم اللغة العربية بشكل خاص. وقد فاجأني هذا الأمر حينما ذهبت إلى هناك. والحقيقة أني عملت في كلية أخرى غير الكلية التي بها الدكتورة بربارا، وهي
كلية تعنى بدراسات الشرق الأقصى والأوسط، وكنت أعمل تحت إدارة البروفيسور كابيشوفسكي رحمه الله. وكابيشوفسكي هو أيضا مثل الدكتورة باربارا شغوف أيضا باللغة العربية وشغوف بالمملكة، وقد كان سفيرا في الكويت وله دراسات عن المملكة أيضا. اطلعت خلال تلك التجربة على شغف البولنديين بتعلم اللغات عموما، وبشغف خاص لم أكن أتوقعه بتعلم اللغة العربية. وقد وجدت منهم من يجيد اللغة العربية إجادة تامة، بل إن بعضهم فاجأني بأنه عاش سنوات ربما في بعض البلدان العربية واكتسب اللغة من أهلها وأصبح ينطق بها كما ينطق العرب بها. في خلال تلك الفترة كنت عملت أيضا حتى لبعض الوقت في مواد في قسم الدكتورة باربارا، وقد كانت الدكتورة باربارا رئيسة القسم منذ ذلك التاريخ ومن قبل ذلك التاريخ. يبدو لي دكتورة كنت رئيسة لقسم اللغة العربية 23 عاما اليوم، زادك الله قوة ونشاطا ووفقك وأمدك بالصحة والعافية. غير الشغف باللغات، وقد عجبت أيضا بهذا الشغف باللغات عموما، إذ وجدت كثيرا من البولنديين خلال تلك الفترة التي عملت فيها هناك بأن منهم من يجيد 4 و5 و6 وأكثر من هذا من اللغات، ومن بين هذه اللغات وبشكل فاجأني اللغة العربية. اللغة العربية في ذلك الوقت لم يكن هناك من المصادر ومن المراجع ما يتوفر مثل اليوم، لم يكن هناك من المحتوى العربي على النت، لم يكن هناك نت بالمعنى الحقيقي كما كان اليوم، ولم يكن هناك محتوى مشجع. واليوم أعتقد أن وجود هذا المحتوى العربي على النت يمكن من إثراء هذه التجربة، تجربة تعلم اللغة العربية في بولندا وتجربة تعليم اللغة العربية أيضا في بولندا. وأعتقد أن الطرق الآن بوجود الثورة التقنية ميسرة أكثر من ذلك الوقت الذي كنت فيه هناك في عام 2005 إلى 2006. هناك أقسام أيضا في جامعات أخرى غير ياجيلونسكي هذه التي فيها، ففي ياجيلونسكي وحدها كان هناك معهد الاستشراق الذي تحدثت عنه الدكتورة، وكان فيه أيضا ذلك القسم الآخر المهتم بالشرق الأوسط في داخل كلية أخرى تعنى بدراسات سياسية، أظن علوم سياسية أعتقد على ما أذكر، وتهتم بدراسات الشرقية عموما. هناك أيضا جامعة وارسو، وجامعة وارسو أيضا فيها تجارب كبيرة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وتحتاج أيضا إلى تنميتها. نحن في ذلك العام الذي كنت هناك التقيت بالمسؤولين في بولندا، وكان من ثمرة لقائنا بهم أن رافقني في طريق العودة إلى هنا طالب بولندي وطالبة بولندية، وأخذ منحة في جامعة الملك عبد العزيز. أعتقد أن المنح التي تفضلت الدكتورة الآن قبل قليل بالحديث عنها هو أيضا مجال يعني يوسع هذه التجربة ويثريها ويعرف البلدين على بعضهما، وتكون هذه الصلات اللغوية أولا أو ربما الصلات اللغوية والثقافية في مقدمة الصلات الأخرى التي تجمع بين البلدين وتجمع بين البلدان الأخرى. شكرا دكتورة على هذا الثراء، وجلسة ممتعة جدا، وأرجو أن تتاح فرصة أخرى للحديث عن تجارب مماثلة للعربية في بولندا معك ومع بعض الزملاء الآخرين من هناك. تحياتي للجميع وشكرا. شكرا يا دكتور، والله كانت هذا تجربة معكم جميلة جدا، ونحن دائما سعداء بزيارة وجود معنا أستاذ زائر من خارج وخصوصا من بلدان عربية.
وطبعا نحن نتمنى دائما منح دراسية، لأن كل طالب يتمنى أن يدرس في بيئة مثلا عربية أيضا، حتى لمدة بسيطة، حتى لمدة فصل واحد أو حتى لمدة شهر، لأن عموما ليس عندهم إمكانيات إلا رحلة مع شركة سياحية إلى مصر أو تونس، فهذا شيء مهم جدا، ونحن دائما نطلب هذه المنح دراسية. إن شاء الله بعد الكورونا الآن يمكن يفتح إمكانيات جديدة، ونحن نتمنى ونصلي عشان في عندنا إمكانيات جديدة. وبصراحة من خلال زيارة أمير تركي ودكاترة من مركز ملك فيصل حصلنا منحتين قصيرة جدا، ولكن هذا شيء كبير بالنسبة لنا. وشكرا، شكرا يا دكتور على شغلكم في جامعة ياجيلونسكي، وإن شاء الله أهلا وسهلا فيكم في المستقبل. شكرا يا دكتور. المداخلة التالية للدكتور محمد براك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور، تفضل. أنا أولا أشكر الدكتورة بربارة وأشكر الحضور جميعا. لدي تعليق بسيط حول تعليم اللهجات. تعليم اللهجات قضية شائكة في تعليم اللغة العربية. عندما نعلم اللهجات يفترض أن تكون، حتى وإن كان لها هدف معين أو لها غاية معينة، إما للعمل في إحدى الدول العربية في مجال سياسي أو في مجال اقتصادي أو في، يفترض أن تكون تعليم لأغراض خاصة، وتكون متأخرة بعد أن يتعلم المتعلم الفصحى لأسباب عديدة يصعب حصرها، لكن من أهمها عندما تدرس اللغة اللهجة فأنت تدرس أي لهجة. اللهجات العربية كثيرة جدا جدا، داخل القطر العربي الواحد هناك لهجات في المئات، فيصعب تدريسها. هذا واحد. اثنين، أين لك حصر يعني كيف تحصر هذه المفردات، وكيف تأتي بقاعدة، ما القاعدة التي تحكم العامية؟ لا يوجد قاعدة لها. وأعطيك مثال في الاستفهام عن كم، مثلا كم هذه بالفصحى؟ واحدة، لكن في العامية تجد في مصر لها طريقة، وفي الشام لها طريقة، وفي الخليج لها طريقة، ولذلك تعليم العامية إشكالية كبيرة جدا. نأتي إلى قضية تعليم الأدب. تعليم الأدب ربما يكون هناك أسباب له للثقافة، أسباب ثقافية، لكن أيضا من خلال تجارب سنين وفي تعليم اللغة العربية تعاني اللغة العربية أيضا كما قالت الدكتورة بربارة في البداية، وهي أنهم لا يعتمدون على كتاب لتعليم اللغة، وهذه إشكالية أخرى أيضا، لأن تعليم اللغة بدون كتاب واضح يعني فيه حصر لمفردات اللغة، فيه حصر لمهارات اللغة، فيه عناصر اللغة، مهارات اللغة، هذا فيه إشكالية. شكرا لكم، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. شكرا، شكرا جزيلا على هذا التعليق، مهم جدا وخصوصا بالنسبة للهجات. بصراحة أنا ذكرت في محاضرتي أن عندنا طلاب بولنديين، تقريبا ممكن نقول 100% بولنديين، ليس عندنا العرب. تعليم في بولندا يختلف عن تعليم يمكن في باريس أو بريطانيا بسبب طلاب بولنديين. ولماذا يدرسون عندنا اللغة العربية؟ بسبب شغل، يريدون العمل، لذلك فهو مهم جدا بالنسبة لهم تعليم باللهجات العربية. طلابنا في كل المكان، مترجمين وأيضا سفراء يعني في سلك دبلوماسي وفي الجامعات وفي بيزنس، أكثر شيء يشتغلون في بيزنس. بهذا السبب
عندنا وقت قصير جدا، فقط 5 سنوات. أنا ممكن يعني عندنا دراسة تبدأ من صفر، من ألف باء تاء تاء. يأتي ولد أو بنت هولندية بعد مدرسة ثانوية وليس عندهم أي فكرة عن اللغة العربية. فعندنا فعلا تدريس صعب جدا. بهذا السبب نحتاج منح دراسية ورحلات علمية إلى بلدان عربية، وأيضا نحتاج للأسف تعليم اللغة اللهجات، لأن الطالب لا يأتي فقط لكي يتعلم قراءة الشعر العربي، ولكن يحتاج فرص العمل. وشكرا جزيلا. شكرا لكم يا دكتور. المداخلة التالية الدكتور عواد الجدي، حفظه الله. اهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم دكتور عواد، تسمعونا؟ اجهز الصوت والصوره. اهلا وسهلا يا دكتور. هل تسمعني؟ نعم مرحبا بكم. كأن الصوره لم تظهر للأسف لم تظهر. نعم ظهرت ثم اختفت. سأحاول مرة ثانية. هذا الجهاز جديد ولا طاقة لي به. هذا دائما مشاكل مع التكنولوجيا، يعني أنا دائما أخاف ودائما أجرب قبل كل المحاضرة، ولكن الحمد لله عندنا الآن تجربة جيدة بعد الكورونا. طيب تفضل دكتور. سبق لي الشرف أن التقيت بالدكتورة باربارا ميخالاك بيكولسكا في الكويت عندما كانت في الكويت، والحقيقة لفترة قصيرة عملنا معا، وعملت معها لقاء عن اللغة العربية والأدب العربي وما إلى هنالك. لا أدري متى كان هذا دكتور؟ هذا كان 1996 97 عندما كنت عندما كنت يا دكتورة في مركز ثريا البقصمي. صح. نعم، وعملت معك لقاء لأحد إحدى المجلات والجرائد، والحقيقة أحدث ردة فعل جيدة جدا. أنا إلى الآن أحتفظ بالشريط الذي حكيت لي فيه عن تجربتك باللغة العربية، عندما قلت سألت البروفيسور كوفالسكي جيست تشوشت أين المستقبل؟ نعم. أين المستقبل؟ فقال لك تم هناك، وأشار لك إلى كلية اللغة العربية. أنا أحتفظ حقيقة بهذه المقابلة وهذه الشريط وبصورنا التي نشرتها الصحف والمجلات وتحدثت عنها الكويت آنذاك. والله شكرا جزيلا يا دكتور أحمد. بصراحة تذكرت هذه الكلام، لأن فعلا أنا بعد مدرسة الثانوية لم أدري ماذا أدرس، ماذا، لأن كنت طالبة جيدة في اللغة البولندية في التاريخ، وسألت واحد بروفيسور يعني، فهو قال لي شرق هو المستقبل. ففعلا نعم. بدأت نعم. شكرا جزيلا، أنا بصراحة نسيت عن هذا القصة، فشكرا جزيلا. فبالنسبة لتعليم اللغة العربية في بولندا بالذات، أنا درست في بولندا الدكتوراه 6 سنوات وكنت متفوقا باللغة البولندية، لذلك درست اللغة العربية في أونيفرسيتسكا روبوتنيتشا في فروتسواف، درستها لمجموعتين من الراغبين في العمل في ليبيا.
فيعني طبعا هناك دافعان لتعليم اللغة العربية، أنا أحكي عن بولندا، أما تجربتي في ألمانيا فتختلف كليا، تختلف تماما. أنا الآن أعلم اللغة العربية في ألمانيا، ولدي أنا وزوجتي مدرسة مدعومة من الجانب الألماني لنعلم الأطفال اللغة العربية، نعلم طبعا الألمان ونعلم العرب اللغة العربية. لكن تجربتي في تعليم اللغة العربية في بولندا تختلف بشكل كلي عنها في ألمانيا. في بولندا من يتعلم اللغة العربية يتعلمها لهدفين، الهدف الأول أن يذهب للعمل في إحدى البلدان العربية، آنذاك كانت ليبيا وكانت العربية السعودية المملكة وكانت عدة مدن، والبولنديين كانوا يتوقون إلى أن يخرجوا خارج بولندا. فدرست اللغة العربية لهاتين المجموعتين، كانت يعني كانوا مجموعة من الممرضين والممرضات. كانت الدورة سريعة 3 أشهر، ويعني تعلموا ما يستطيعون وكانوا يصرون على اللهجة. يا دكتورة بربارة، لديكم في بولندا اعتبار أنه دائما تسألون المغربي هل يفهم على المصري وهل يفهم على الشامي؟ ونقول لكم أن اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن، هي لغة واحدة. ثم المشكلة الأخرى أو الإشكالية الأخرى التي واجهتنا عندما كنا طلابا في بولندا، ما كان في قاموس لغة عربية، وأظن إلى الآن لا يوجد قاموس بولندي عربي. موجود. ممكن ظهر بعد ذلك. نعم بعد ذلك. لكن على أيامنا نحن كنا الضحايا، لذلك كنا ندرس بدون مبالغة 6 ساعات يوميا لغة، ثم نخرج إلى الشارع. وأنا أقولها للأمانة وللتاريخ، طبعا يعني أنا كتبت روايتين عن نعم كتبت روايتين عن إقامتي في بولندا خلف مرمى الحواس. حتى نعطي الفرصة للمداخلات الأخرى دكتور عواد. لا يا دكتور، وأيضا مداخلتي مهمة لو سمحت، يعني معليش. الله يبارك فيك. يعني لو تكرمت معليش، وإذا ما تعطيني المجال من شان أشكرك وأنسحب. نعم باختصار دكتور. نعم شكرا جزيلا لك. شكرا. ولا شكرا جزيلا، هذه ملاحظات، لأن فعلا يعني ما يخلينا نكمل المشكلة. كمل. القاموس، عدم وجود قاموس، تمام، شغلة مهمة للدارسين. ثم الترغيب بالدراسة. دكتورة بربارة، هل تسمعيني؟ نعم يا دكتور تفضل. نعم نسمعك. إذا قلنا إشكالية اللهجات، إشكالية القاموس. الآن أنا لدي سؤال، يعني سؤال ليس سؤال خاص لكن بشأن قضية. أنا ترجمت أحد الأعمال المهمة للبروفيسور بيلافسكي، وسافرت إلى وارسو، طبعا أنا الآن موجود في ألمانيا، سافرت إلى هل يجب علي أن أخذ موافقة القسم أم ليس ضرورية موافقة؟ أريد أن أنشر يعني ترجمته من البولندية إلى اللغة العربية، أحد الأعمال الكبيرة لبيلافسكي، وبيلافسكي كاتب كبير ومستشرق بولندي كبير، أنا أجل وأحترم هذا الرجل، لذلك من إجلالي واحترامي ترجمت أحد أعماله الرائعة. هل علي أن أخذ موافقة القسم في وارسو أم لا؟ نعم يعني بصراحة لا أدري هل هذا موافقة، لأن طبعا عندنا كل حقوق محفوظة. نعم. ولكن نعم. عنده أكيد يمكن شخص من عائلة وعند هذا الشخص حقوق، ولكن أحسن تتواصل مع قسم اللغة العربية في بارسو. ولو حضرتكم تسأل عن هذه الحقوق، لمن هذا الحقوق الآن؟ يمكن عنده ابن أو شخص، يعني أطفال أو لا أدري بصراحة، لست أدري. تمام يا دكتورة، شكرا جزيلا يا دكتورة. المداخلة التالية من الدكتور أحمد الطامي، أهلا وسهلا به. السلام عليكم. صوت واضح؟ نعم يا دكتور، أهلا وسهلا به. أولا أرحب بدكتورة بربارة،
مرة أخرى وإن كان عبر الفضاء الشبكي، واستمتعت بهذه المحاضرة الجميلة عن تعليم اللغة العربية في بولندا. سؤالي هو عن تأثير ترجمة نصوص الأدب العربي، سواء كانت القديمة أم الحديثة، سواء كانت شعراً أم سرداً، على الأدب البولندي. هل هناك من تأثير بحيث نجد أثراً للقصيدة العربية أو للسرد العربي، سواء من ألف ليلة وليلة وما جاء بعدها في الأدب البولندي؟ شكراً دكتورة. والله بصراحة هذا يعني مادة طويلة جداً، يعني قصص ألف ليلة وليلة، لأن في بولندا لم يكن عندنا تأثير مباشر من اللغة العربية إلى اللغة البولندية، ولكن عبر مثلاً لغة فرنسية أو لغة إيطالية، يعني طبعاً أيضاً رحالة من رحالة من الأراضي المقدسة. فأنا عندما ذكرت أكبر شاعر بولندي آدم ميتكيفيتش، هو كان تحت تأثير المتنبي أو شانفرا، واستفاد من ترجمات فرنسية وطبعا بالتعليق لغوي لمستشرق بولندي، وكان هكذا من القرون الوسطى. فبصراحة الآن يعني إن شاء الله يمكن يعني أجهز محاضرة أخرى في المستقبل عن هذه تأثيرات الأدب العربي على شعراء والأدباء البولنديين، لأن فعلا هذه أشياء مهمة جدا، وليس فقط في عصر الرومانسية، لأن في ذلك الوقت بولندا ما كانت موجودة على خريطة العالم لمدة 123 سنة. بهذا السبب يعني كان جافوسكي رمزا لحرية للإقدام، هو كان يلبس ملابس شرقية، كان يكتب عن شبه الجزيرة العربية، كان يعني شخصية باردة أيضا، ولكن أيضا في شعراء آخرين، يعني في تأثير كبير جدا. وطبعا ألف ليلة وليلة معروفة جدا عندنا، كما كل شيء، يعني بدأ ترجمة من اللغة الفرنسية، من ترجمة غالان إلى الفرنسية، وبعد ذلك على يد سوكوفسكي إلى اللغة البولندية. ولكن قبل تقريبا 50 سنة ترجمها أستاذ بروفيسور تاديوش ليفيتسكي، حدثت عنه، هو الذي ترجم كل الأجزاء لألف ليلة وليلة إلى اللغة البولندية. ففي تأثير، في أشياء، في ترجمات من عربي إلى البولندي. نعم، ممتاز يا دكتور. المداخلة التالية الدكتور صالح الغامدي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا دكتور، أهلا، شكرا جزيلا للدكتورة باربرا، ولازلت أذكر مشاركتها معنا ذات عام في معرض الرياض الدولي للكتاب. فأهلا وسهلا دكتورة، ولدي بعض الأسئلة السريعة. أنت في مداخلتك اليوم تستعملين مصطلحي الإعراب والاستشراق يعني دون تبادليا، فهل فعلا ليس بينهما فرق أم أن هناك فرقا بينهما؟ ذكرت في محاضرتك أن أنطوني لانغ كتب وألف ديوان الشرق، هل له علاقة بعمل جوتا الديوان الشرقي الشعر الألماني أم أن فقط تشابه في العناوين؟ سؤالي الآخر،
أنت مهتمة بالأدب العربي وتحديداً بالأدب الحديث، وأيضاً أكثر تحديداً بالأدب الخليجي، ولك دراسات عن القصة القصيرة في الكويت وأعتقد في عمان وفي، لماذا ركزت على الأدب الحديث ولم تهتمي بالأدب القديم، رغم أن كثيراً من المستشرقين الذين أو المستعربين الذين أعرفهم يجذبهم الأدب العربي القديم؟ وآخر سؤال، سمعنا من الدكتور محمد ومن الدكتور جواد وجهة نظر هذين العربيين في تعليم العربية في بولندا، أنا أريد أن أعرف منك كيف تنظرون إلى العلماء أو إلى الأساتذة العرب الذين يأتون إلى بولندا لتدريس العربية، ما هي الأشياء التي تنظرون أو تتوقعون أن يضيف مجيء هؤلاء إليكم؟ يعني ما هي الفوائد التي يجنيها الدارس البولندي من نظر بولندية عندما يدرسه أساتذة عرب وليس فقط، أو بالإضافة إلى أساتذة بولنديين؟ وأكرر شكري الجزيل، وأعجبني استعمالك لمصطلح الشنفريات عندما أشرت إلى النصوص، نصوص الشنفرة التي ترجمت إلى البولندية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا دكتور، وأيضا يعني أنا استمتعت في رياض في هذا المعرض كتابة، يعني كنا من زمان، هذا كان يعني تقريبا 20 سنة، صحيح أو لا؟ صحيح صحيح. نعم، فشكرا جزيلا مرة أخرى. والله بالنسبة لمصطلحات استشراق والاستعراب، والله هذا المشكلة في أوروبا أكثر شيء، هذا مصطلح موجود يمكن في بلدان مثل بريطانيا أو فرنسا، لم تستعمر بولندا أي دولة في العالم، لذلك لم تكن هناك مصلحة سياسية بالنسبة لبولندا. فنحن نقول عن نفسنا مستعربين، ولكن لا أدري لماذا دائما عندنا تسمية لمعهد علمي معهد الاستشراق، يمكن بسبب أن هكذا مصطلح موجود في أوروبا، فهناك في نفس المصطلح ليس فقط اللغة العربية ولكن تركية، فارسية، هندية، يابانية، صينية إلى آخره. فهذا أعتقد نحن نفضل واحد يسمينا مستعربين، هذا الشيء الأول. بالنسبة لأدب الخليجي، نعم، أنا قلت قبل تقريبا كم هذا تلارد أصحب، يعني تقريبا 35 أو أكثر 36 سنة كنت حصلت منحة دراسية في الكويت، وكنت سعيدة جدا، وتعلمت في جامعتي في بولندا فقط عن أدب القديم، عن الحضارة القديمة، ولكن لم يكن عندنا أي معلومات عن الأدب المعاصر. في بعض الملاحظات في هذا الكتاب قلت عنه، كتاب لبروفيسور بيلافسكي ومجموعة الأساتذة من وارسو عن الأدب الحديث، ولكن هناك معلومات أكثر شيء عن مصر ومشرق وبلدان ومغرب، ولكن قليل جدا عن المملكة السعودية، ولا يوجد أي معلومات عن الكويت، عمان، إمارات وهكذا. بهذا السبب استفدت من منحة في الكويت وتعرفت عن الأدباء والشعراء في
في الكويت، وبدأت أن أكتشف الأدب الكويتي. وبعد رجوعي إلى بولندا كان هذا اكتشاف كبير، يعني أستاذتي بروفيسورة كوفالسكا طلبت مني أكتب أكثر عن أدب الكويتي. وعندما سافرت إلى أوروبا عندنا اتحاد مستعرضين أوروبيين، فكان هذا يعني كأن يعني شيء جديد جدا. فأيضا طلبوا مني أكتب أكثر عن أدب الخليج، خصوصا لأن كان واحد يركز على أدب المصري أو أدب السوري أو إيراكي. بهذا السبب يعني بدأت أكتب، وبدأت هكذا رحلتي مع أدب الخليجي. وأنا بعد ذلك بعد ما كملت كتابة عن أدب الكويتي سافرت إلى عمان وألفت عن أدب العماني، وأيضا تعرفت عن الشاعر الكبير علي عبدالله خليفة في البحرين، فهو يعني ألزمني من خلال وزارة إلى مملكة البحرين، وأيضا ألفت كتاب عن أدب البحريني، وبعد ذلك نفس القصة مع أدب الإماراتي. بهذا السبب يعني تركزت وأنا أجلس في منطقة وإن شاء الله بصراحة أكتب قليلا عن صعوبة بسبب المملكة كبيرة جدا وإمكانياتي أيضا ضيقة، أسافر كثيرا وحتى أسافر دائما لفترة بسيطة جدا، فصعب علي أجمع معلومات. ولكن مرة كنت في مملكة وجبت معي كمية كتب، وأيضا الآن أكتب وأقرأ وإن شاء الله يمكن في مستقبل بعد سنة سنتين أنشر أيضا كتابي طبعا مختصر عن الأدب السعودي. وأيضا ونسيت الباقي أسئلة، عفوا يا دكتورة. نحن نرجو ألا نكون قد أتعبناك يا دكتورة، يعني الله يبارك. طيب معنا الأستاذ دكتور صباح علي السليمان. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا دكتور، أهلا بكم. بارك الله فيك أستاذ الفاضل والدكتورة باربا وكافة المستمعين الكرام. نعم، أنا من العراق، فأقول هل في بولندا اهتمام بالدراسة السومرية والأكادية بفرعيها البابلية والآشورية ودراسات موازنة بين اللهجات العراقية الحالية واللغة السومرية واللغة الأكادية؟ هل هناك اهتمام في بولندا في هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا بهذا السؤال، لأن كان عندي مدرس إيراقي بروفيسور دكتور أدنان عباس، فهو كان أستاذي في اللغة العربية في جامعة ياجيلونسكي، وبعد ذلك انتقل إلى جامعة بوزنان. دكتور محمد ربيع قال أن في أيضا أقسام أخرى، فهذا قسم في بوزنان كان جديد وتأسسه بروفيسور إيراكي أدنان عباس، وعنده طبعا كتب عديدة عن الشعر العربي وباللغة البولندية، وهو يقرب لنا اللغة العربية. بالنسبة للأكادية وهكذا، بصراحة ليس عندنا في الجامعة ياجيلونسكي، لا أدري، في احتمال في وارسو ولكن ليس عندي معلومات في هذا الموضوع. شكرا. نعم دكتور، شكرا لكم يا دكتور. كان معنا يعني مجمع اللغة العربية بالخرطوم، لعله البروفيسور بكر الحاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً أستاذنا، أهلاً بكم ومرحباً. والله الدكتور مصطفى، شكراً لك على هذه الفرصة الطيبة التي أتحتها لي. وفي واقع الأمر يعني أريد أن أوجه تحية للأستاذة الدكتورة باربرا على هذه المحاضرة القيمة التي أضافت لنا الكثير في تجارب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهذا امتداد لمحاضرة أو لندوة انعقدت هنا في الخرطوم في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عن تجارب تعليم اللغة العربية في دول المهجر لثلاثة من الأساتذة الخبراء السودانيين الذين عكسوا لنا هذه التجربة في اليابان وفي ماليزيا وفي كوريا. ولكن هذه المحاضرة تتميز بأن التي قدمتها هي واحدة من أصحاب انعكاس هذه التجربة في بلادهم لتعليم اللغة العربية، وهذه إضافة حقيقية يعني يمكن أن يفيد منها الآخرون الذين يعملون في هذا المجال، مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ومن بعد هذا أنا سعيد أيضاً بسماع أخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي أيضاً في الإضافة التي أضافها من حيث تجربته أيضاً في التعاون مع الإخوة في بولندا في تعليم العربية للناطقين بغيرها. النقطة التي أريد أن أضيفها هنا هي تتعلق بالمنح الدراسية التي يمكن أن تقدم للطلاب البولنديين. والآن هذه التجربة التي عكستها الدكتورة باربرا فيما يتعلق بما أفادته من المنحة التي قدمت لها في الكويت، هذا كان له هذا الأثر الكبير في إغناء تجربة تعليم اللغة العربية في بولندا. وأحسب أن الدول العربية يمكن أن تتوسع في تقديم هذه المنح، ونحن عندنا هنا في السودان تجربة غنية جداً للتعاون مع هؤلاء المقبلين على تعلم العربية من خلال المنح التي يقدمها معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، وهو من أقدم هذه المؤسسات المعنية بهذا الجانب. تأسس في عام 74 و900 وألف، وإلى وقتنا هذا يقدم منحاً لهؤلاء الطلاب المقبلين على تعلم العربية. ومن هذه الناحية فأنا أدعو الأستاذ الدكتورة باربرا في أن يعني تحاول أن تتواصل مع المعنيين أو المسؤولين هنا في معهد الخرطوم الدولي حتى يمكن الإفادة من هذه المنح في إغناء تجربة تعليم العربية للناطقين بغيرها في بولندا. ولها الشكر، ولكم أيضا الأخ الأستاذ الدكتور مصطفى، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا يا دكتور. شكرا جزيلا على تعليق. شكرا. طيب المداخلة ربما تكون الأخيرة دكتور، نعلم يعني جسيمة مسؤولياتكم ومشاغلكم. الدكتور حسن الفيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، تفضل. أهلا وسهلا، سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد بلقاء الدكتورة وإن كان عن بعد الدكتورة باربرا، وشاكر شكرا جزيلا جدا لمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، للدكتور مصطفى أيضا، ولكل الذين شاركوا قبلي. سعدت ب ما قالوا. على أي حال دكتورة، حقيقة أنت أضفتي، أنا بالنسبة لي هي تجربة شرقية غربية رائعة جدا ما تفضلتي به، وما يعني تحدثتي عنها حول تجربتك أنت سواء معلمة أو متعلمة، وسواء في جامعة باجيلو أو في باجيلو نسكي أو في أيضا بولندا بشكل عام. ولا يعرف حقيقة ما تحدثتي عنه إلا الذين جربوا ما جربتيه من تعلم اللغات الأخرى ووقعوا في ما وقعتي فيه. أشرت حقيقة إلى قضية مهمة وأشار لها الدكتور صالح الغامدي، أو أشار لها الدكتور يعني بعض الأساتذة قبلي حقيقة، يمكن الدكتور محمد ربيع أو كذا، في مسألة اهتمام البولنديين بتعلم اللغة اللهجات، ويشعرون بقلق إلى حد ما من أن اللغة العربية الفصحى قد لا تفيدهم كثيرا، وخصوصا في المجالات العملية الوظيفية التي تتعامل مع الجمهور مباشرة.
وفي الواقع لن أقول أكثر كثيرا مما قاله الزملاء، بل سأقول إن يعني نصيحتي، أنت سألتي عن كيف يعني نطور أو نستفيد من تعلم اللغة العربية. أنا أعتقد أن تعليمهم، التركيز على تعليمهم اللغة العربية الفصحى هو الحل الأمثل للجميع. لماذا؟ لأن اللغة العربية الفصحى مفهومة في كل البلدان العربية ولكل الناطقين بالعربية، سواء في البلدان العربية أو في المهجر. واللهجة يعني الذي يتكلم اللهجة سواء في اليمن أو في السعودية أو في مصر أو في المغرب أو في أي مكان، هو يفهم اللغة العربية تماما 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 ويتفاهم بها، ولذلك هي حل للجميع سواء في البزنس أو في التدريس أو في التعليم أو غيرها. بالنسبة للهجة، يمكنه أن يتعلم اللهجة بوصوله إلى ذلك البلد، سيسمعه ويستفيد منها وربما يتقن شيئا منها، لكن تعلم اللهجة السعودية لن يفيده كثيرا في مصر، ولن يفيده في المغرب ولا في تونس، وهذا ربما قياس على اللهجة الأمريكية والبريطانية مثلا أو النيوزيلندية والأسترالية في مسألة اللغة الإنجليزية. شخص ما قرر أن يعمل في أمريكا قد يهتم باللهجة الأمريكية. بالنسبة للهجات العربية، موضوعها شائك وبعيد وطويل، ويعني أنتم تطولون المسافة على طالب يريد أكثر طريق، فهذه هي يعني لكي أختصر فقط على المقام الكريم، مقامكم ومقام المؤسسة التي استضافتنا مشكورة، وشكرا جزيلا، وأتمنى لك التوفيق يا دكتورة ولكل الحاضرين، وسعدنا بما سمعنا. شكرا يا دكتور. والله هذا مسألة دائما مهمة بالنسبة لنا، ونحن نعلم بصراحة ونركز على تعليم اللغة العربية الفصحى بصراحة. عندنا تقريبا 2000 ساعة تدريس اللغة العربية الفصحى، ولكن نحن طبعا من خلال تجربة مع لهجات، لأن عندما طالب يسافر إلى بلد ما على الأقل يفهم قليلا، هو ما يكون يتحدث باللغة العربية فصحى، لأن صعب عليه من خلال مثلا 60 ساعة يتعلم لهجات، ولكن على الأقل هو يفهم الكلام في بلد ما. فهذا عندنا قصد عندما يعني عندنا في برنامج أيضا اللهجات العربية. وشكرا. شكرا لكم يا دكتورة. طيب دكتورة، هل لكم تعليق أخير يعني في نهاية هذا اللقاء الممتع؟ والله أنا أشكركم كثيرا بدعوة، والله استمتعت كثيرا، وأنا سعيدة جدا لأن في اهتمام لتدريس في بولندا، وأيضا أنا سعيدة جدا أن علاقات هذه السعودية بولندية الآن منذ سنوات موجودة، وإن شاء الله أتمنى أيضا أكثر من دراسية عندنا في المملكة، وأيضا أهلا وسهلا لأساتذة من المملكة في بولندا، وشكرا جزيلا. وشكرا. شكرا جزيلا لكم سعادة الأستاذة الدكتورة بربارة على إتاحتكم هذه الفرصة كي نتعرف على تجربة مشرفة ومسيرة حافلة بالجديد المفيد في تعليم العربية في بولندا، ونتطلع إلى مزيد من اللقاءات في المستقبل القريب إن شاء الله. بروفيسور بربارة، شكرا جزيلا. وفي الختام باسمي وباسم مجمع اللغة المكية أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان وأخلص كلمات الود والامتنان لسعادة الأستاذ الدكتورة بربارة ميخالاك بيكوليسكا على هذا اللقاء المثمر الطيب. شرفنا بهذه الكوكبة العطرة من الأساتذة والمشاركين والمختصين، ونود أن نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهادة حضور نرجو ملء النموذج المرسل، كما نود أن نشير إلى أن السبت القادم بإذن الله سيكون بعنوان الإحصائيات اللغوية، إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي نموذجاً للأستاذ الدكتور يحيى ميرعلم، وإلى لقاء آخر قريب تتجدد فيه أطروحات اللغة وقضاياها بحول الله تعالى وقوته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.